قد دخلت هندسة يعني ما ينفعش رحلة. خلاص بس عشان هيبقى كله هيبقى زي لا ما لقيناش مكان في الرحلة. لا أنا ما لقيناش مكان في الرحلة. طلع معايا يعني. صراحة يعني ال150 كله
شرطة أربعة اللي في النهاردة في اسمتين في السكة مبنيين أو اسمتين في النهاردة مين اللي مبنيين تاني فشرطة أربعة فيهم على بعض في شوية كلام تاني مثلا شرطة خمسة هنلاقي فيه في كبير وكذلك شرطة ستة هنلاقي فيه في كبير شرطة سبعة كله مبني يعني انت ممكن تبتدي حاجه من اول جديد خالص مش محتاج فيها اي باك جراوند من الارض. ايه القصه؟ نهدى الصح. الشرط الاربعه بنتعرف على اول حاجه سنينز لو ريفلكشن قانون السن اللي بيحصل. القانون ده قانون بسيط وسهل واثباته مش عليك هو جه دي حاجه زي ما قلت المره اللي فاتت دي اللي هيكون كله بعد كده تعرفه في الصلاة بقى عارفه أصلا خمسة جنيه سنة تانية سنة تالتة حاجة زي كده. فشرحنا شوية برنسبلز المرة اللي فاتت الخلاصة بتاعتها إن لو كان عندك يعني انترفيس يعني حد فاصل ما بين اتنين ميديا ما بين وسطين وسط نمرة واحد على الشمال ووسط نمرة اتنين على اليمين هنعبر عن الوسط أو الميديا بحاجة معامل انتشار هنديله رمز تاني. ان ده تعريفه ان هو نسبة سرعة الضوء سي في الفراغ على سرعة الضوء في الوسط اسمها في. ودايما الضوء اسرع في السبيس او في الفراغ. سرعته 3.8 متر على ثانية. متر على ثانية لو كانت الوحدات. الوحدة بتاعت الثيرمال ريزيستنس فيه. اوم. الثيرمال ريزيستنس وحدتها اوم بس هل حد فاكر القصه اللي احنا حكيناها في الفيزيكال ميتنج اللي ورا الموضوع ده؟
مش احنا مش معتمد على الموجه حاجتين اللي جاي المشوار اللي هو السهم ده وحاجه اسمها الويت فرونت او جابه الموجه جابه الموجه دي حاجه يعني ممكن نقسمها هنا كلها وين تبقى مستويه كده اهو جابه الموجه دي هنا الخط ده هو الخط الواصل ما بين كل النقط اللي على الموجه اللي قد بعض يعني مثلا لو في الموجه اللي بتشوف لها ايه بتطلع وتنزل كده زي موج البحر لو انا وصلت كل النقط الماكسيموم مثلا او النقط المينيموم او النقط اللي في النص ده في حاجه اسمها وش الموجه او الفرونت فالخط ده بيمثل مثلا كل النقط اللي جنب بعض اللي ماكسيموم بعدين مسافه بنسميها الويف لينث او طول الموجي هلاقي كمان جنب موجه ثانيه موجه ووراها موجه ووراها موجه والفاصل بين الموجه واللي قبلها او اللي بعدها حاجه بنسميها طول الموجي فالمسافه بنسميها دي بنسميها كمان كمان بيحصل ازاي بقى موضوع الانعكاس والانكسار؟ طرف الموجه ده بيوصل الاول في دبليو بي تي والسرعه بتاعت طرف الموجه هنا بتتغير عند الطرف الثاني فهنا مثلا لو دخل الميديا بيبقى مين؟ ان 2 اكبر يعني السرعه هنا اقل فده الطرف ده هيبقى بيتحرك بسرعه ابطا من الطرف الثاني فده الموجه بتبتدي تلف ليه؟ لان الجنب ده بتاعها بيتحرك بسرعه بطيئه لانه لمس الميديا من فوق الطرف الثاني من الموجه هيبقى موجود في الميديا من الخفيف فبيتحرك بسرعه عاليه فتلاقي الموجه بتبتدي تلف هو ده الانكسار. وهنا بيحصل العكس هنا يعني طرف الموجه بيلمس الوسط الخفيف بدري فيبتدي يجي هنا بسرعه اعلى من السرعه اللي هنا فتلاقي الموجه تنكسر لبره علشان كده لما تكون جاي من ان واحد ل ان 2 وان واحد اصغر هتلاقي فرق واحد اكبر ده التفسير بتاعه ولما تروح من ان واحد ل ان 2 وان واحد اخف سوري ان واحد اقل فالطرف الموجه الطرف الثاني ده بيجي اسرع فتلاقي الموجه تلف لبره عشان كده فاي دي تتغطى من فاي وفي حاله اكستريم ممكن الموجه تلف بسرعه اقل في الميديا بتبقى اتنين فتطلع بالمنظر ده يعني تكون داخله كده اهو وتطلع كده اهو ليك لان طرف الموجه ده داخل في ميديا خفيف فاتحرك بسرعه اقل فلفت كتير قوي فيحصل انكسار لبره قوي والحاله دي لما يحصل انكسار في زاويه 90 بنسميه السقوط الحرج او الكريتيكال ريزنس زاويه السقوط الحرج فاي سي اللي هي الزاويه اللي بنوصلها الناحيه الثانيه زاويه 90 درجه فلما تيجي نقعد في سنين زوج هتلاقي انه ساين ساين كريتيكال والفاي كريتيكال بتساوي 2 على 1 في حاله السقوط العمودي في حاله السقوط العمودي ان الزاويه بتاعت السقوط هنا صفر فاي 1 بتساوي صفر فاي 2 لازم هتكون بالصفر برضه التفسير بتاعها من جنب الموجه يعني لو اشتغلت جنب الموجه كده اهو والموجه بتتوجه كده اهو الموجة كلها هتلمس الميديا من خلال مع بعض. مفيش فيها طرف بيتحرك اسرع من الطرف الثاني. كلها مع بعض في نفس الوقت تخش الميديا من الثاني. فعشان كده كل اللي هيحصل ان كل موج بس يتغير. يقل او يكبر. لكن في جميع الاحوال مفيش دوران. ليه؟ لان كل الموجة دي دخلت الميديا من خلال مع بعض. فكلها غيرت سرعتها مع بعض. مش طرف منها غير سرعته بقى اسرع او ابطا والطرف الثاني لسه زي ما هو بيحصل دوران. لا هنا الموجه كلها عدت الناحيه الثانيه مع بعض فكلها ليها نفس السرعه فمفيش انكسار بمعنى ان مفيش تغيير في الزاويه. فاي واحد زي فاي اثنين اللي بتكون بالظبط. في شويه هيحصل لهم ريفليكشن وتبقى الزاويه 180 درجه. ترد على نفسها مع بعض. زي فكره البيان. الجزء الثاني اللي خدناه برضه هيجي بسرعه هو الكلام ده. Thank you.
معاك معايا علم تاني والله يا عم والله والله العظيم معايا علم تاني الحمد لله ماشي خليني انا بعشر العصر بعدين انت يا ابني مفيش بينك كلام ده عارف يا باشا انا عايز اقعد على يساوي N في واحد داش والناحية الثانية إنه N في 5 داش
الزاويه اللي بينهم بنسميها انجل اوف ديفيشن دي ديفيشن يعني زاويه الانحراف ديفيشن مع الانحراف فشعاع الجاذبيه وخرج اتجاه تاني للزاويه